بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم وتواجدتم، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم في هذا الصباح الجميل، أحييكم في تحديات ومنافسات سن الإجذاع، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا ومن على أرضية هذا الميدان، من ميدان الطائف الذي يضم هذه الفعالية، الذي يضم هذا الحدث العالمي، مهرجان سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه، بانطلاقات الكبار. مشاهدينا متابعينا الكرام، أعلنت انطلاقة هذا الشوط، الشوط الثالث والخاص بفئة الإبكار الإجذاع، حيث تبدأ الطموحات والأمنيات، فبدأت الدعوات من الملاك ومن الجماهير العاشقة لهذه الشعارات. متابعينا الكرام، الآن يفتح ديوان المجد هنالك الأسماء الحاضرة، 30 اسما مشاركا يبحثون عن ذلك الفوز والانتصار، أسماء خطيرة وملاك كبار ومضمرين عمالقة أعلنوا تواجدهم في هذا الاجتماع الغير عادي. مقدمة الشوط والمركز الأول مع حضور، تحضر حضور على الصدارة، هنالك محسن بن مسفر بن محمد آل مرسان الهاجري يقدم لنا حضور على الصدارة والمركز الأول. النقلة والدور إلى المركز الثاني، هناك حضر شعار بن عفصان ليتقدمون الأشقاء ويقدمون لنا انطلاق طيرة على المركز الثاني. هادف بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري يحتل المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث، هنالك بدأ يقترب شعار الصعاق ليقدم لنا مياسة علي بن سالم بن علي بن متعب. الصعاق يتقدم على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، القادمة جمايل طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل آل نابت المري يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس، هنالك القادمة مشودة محمد بن جفين بن محمد السبيعي يقدم لنا انطلاق شودة على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة والباحثة عن ذلك الفوز وعن ذلك الانتصار الغالي على قلوب الجميع في هذا المهرجان الغالي. العودة هناك إلى الصدارة وإلى المركز الأول، العودة إلى من تقود هذا الركب، العودة إلى من تمتلك حق تقرير المصير حتى هذه اللحظات. انطلاق حضور وحضورها على الصدارة والمركز الأول، يا الهاجري محسن بن مسفر بن محمد آل مرسان الهاجري يقدم لنا حضور على الصدارة، لا زالت محافظة على موقعها، لا زالت متمسكة بزمام الأمور، بأول الانطلاقات بشعار بن مرسان وانطلاقه الكبير. بينما بن عفصان بدأ يقلص الفارق، الآن يقدم لنا الطيرة على المركز الثاني. هادف بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري يقدم لنا الطيرة على مستوى المركز الثاني. حوار
ثنائي دائر ما بين حضور والطير، هنالك لاختطاف ذلك النوماس. هذا صراع الأبطال، هذا نزاع الكبار ما بين حضور وما بين الطير، ولكن الأسماء أيضا بدأت بالوصول، قادم الأسماء لا محالة. هناك الحضور في هذه اللحظات من هذه الشعارات على المركز الثالث، وصل في هذه اللحظات واقترب شعار وحضور عاطف بن عطية القرشية، يقدم لنا المتحدة على المركز الثالث شعار الشوط الرئيسي للإبكار، يحضر الآن في الشوط الثاني للإبكار. بينما المركز الرابع وصل بن بطحان، يقدم لنا متعب محمد بن مسعود بن بطحان المري، يتقدم على المركز الرابع، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، هناك إلى أول الانطلاق، إلى حضور. حضور على الصدارة والمركز الأول حضور، واندفاع الهاجري، ولكن بن عفصان يا أخوان، بن عفصان بدأ يرفع راية التحدي، بدأ يشكل الخطورة بانطلاق الطير، بدأت تحلق الطير، بدأت تطير بصدارة هذا الشوط لتقوي حاجز الدفاع ما بينها وما بين بقية المشاركين. ولكن بن مرسان وبن بطحان قادم على المركز الثالث، وصلوا ابناء قطر يحتلون المركز الثالث مع متعبة، ولكن ابناء الامارات، ولكن ابناء الامارات ينطلقون الاشقاء، بدأوا يحلقون ويطيرون بانطلاقات الطير. انطلق الهداف، هذا هادف يا اخواني، الهداف هادف بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري، ولكن الاسماء بدأت بالوصول، وبن عفصان لازال، بن عفصان لازال بانطلاق الطير بدون اي اوامر. متعب بدأت تتحرك، بدأت تتحرك يا بن بطحان، يا بن بطحان، يا بن بطحان، يقدم لنا متعب وكذلك الأسماء. وصل شعار الفرتاج، ولكن ما بين الطير، ما بين متعب، متعب ولا الطير، الطير ولا متعب، معركة آخر الأمتار من أجل هذا الفوز والانتصار. ما بين متعب، ما بين الطير، بن عفصان، بن عفصان إلى الإمارات، إلى الإمارات، هذا النوماس إلى عاصمة الميادين، إلى الوثبة يا أخواني، إلى الوثبة يا بن عفصان. هذا الهداف قنص الناموس وجاب صايد وفايد، يا هدف يا بن محمد يا بن عفصان يا المنصوري. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات متعبة محمد بن مسعود بن بطحان المري، ثالثا وصل على المركز الثالث وصلت سعفة خلف بن نايف بن فرتاج الشمري. المركز الرابع حضور بحسن بن مسفر بن محمد المرسان الهاجري، وخامسا وصلت على المركز الخامس في هذه اللحظات إذن تهانينا والنماس وألف مبروك لمالكي هذه البطلة، لمالكي هذه النجمة. شعار بن عفصان يخطف النوماس ويخطف هذا الانتصار مع الطيرة، بطلة لهذا الشوط. إلى الأشقاء أبناء دولة الإمارات، توقيتها لحظة الوصول إلى خط النهاية معنى الفوز والانتصار، توقيت الطيرة هنالك التوقيت 7 دقائق 56 ثانية أم 57 ثانية و95 جزءا من الثانية. ثانيا حلت متعبة بشعار بن بطحان، وتوقيتها 7 دقائق 58 ثانية 60 جزءا من الثانية. ثالثا حضرت على المركز الثالث، وصل شعار الفرتاج على المركز الثالث مع اسعفه، وتوقيتها 8 دقائق 8 دقائق و ثانية واحدة
27 جزءا من الثانية. رابعا حلت المركز الرابع حضور بشعار محسن بن مسفر المرساني الهاجري، وخامسا وصلت